وهذا معلوم في من تتبع نصوص الكتاب ونصوص السنة، يجد أن الشرع ما ينهى عن شيء إلا ويوجد له البديل. من بين أقيم من سأل عن بيع الصاعين الرديئين بالصاع الجيد من التمر، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وقال بيع الجمعة وهو التمر الرديء بالدراهم، واشتري بالدراهم جنيبا وهو التمر الطيب.